أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. أعد الفنان تامر حسني ورشة عمل مع مجموعة من الموزعين والموسيقيين مثل عادل حقي وتوما وتميم، وذلك من أجل اختيار أغنيات ألبومه الجديد الذي تحدى طرحه بشكل مبدئي في صيف 2016، حيث يرغب نجم الجيل مفاجأة جمهوره بعمل أشكال موسيقية ومتنوعة. أحيت المطربة البريطانية أديل الحلقة الأخيرة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية إكس فاكتور، حيث غنت أغنيتها الجديدة هلو، وظهرت أديل بلوك الجديد حيث صففت شعرها بطريقة مختلفة عن التي اعتادت عليها ونلت إعجاب محبيها. رغم أنهما نجمتان في عالم التمثيل وتحت الأضواء، إلا أن دينا وإيمي سمير غانم تتعاملان ببساطة مثل أي شقيقتان في بيت مصري وتتبادلان الملابس، وهذا ما ظهر من خلال الصور التي تداولت نشاطها في فيسبوك والتي كانت ترتدي فيها الدنيا نفس الفستان الذي ارتدته إيمي في إحدى المناسبات. ولم يقف تقاسم النجمتان الملابس فقط، بل إنهما قررا أن يخوضا درامة رمضان المقبل سويا. يبدو أنه قدر على النجم نور الشريف أن يرحل وتكون آخر أعماله السينمائية تلك المهنة التي أخلص لها تماما كممثل ومنتج ومخرج، والمفارقة أيضا أن تكون آخر شخصية يجسدها النجم الراحل هي يحيى شكري مراد في فيلمه الأخير بتوقيت القاهرة. هي نفسها اسم الشخصية التي جسدها في فيلم حدوتة مصرية عام 1982 مع المخرج يوسف شاهين، أقرب الشخصيات لقلبه. تم تعديل موعد حفلة الكينج محمد منير مع الفريق الألماني من الأصول المصرية كايرو ستيبس، والمقرر إقامتها بدار الأوبرا المصرية إلى 20 ديسمبر الجاري بدلا من 22 من نفس الشهر، حيث يتشاركان في تقديم أغنية مدد يا رسول الله. بداية نشرتنا الفنية كانت معكم وجيد عبد اللطيف، أخبار اليوم.